ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردشت. وشطفنا الشارع الطويل ليت كل الشغيلة مثل الشغيلة الذين رأيتهم ذات يوم قبل الميلاد على رأس عملهم في الثالثة فجرا للشارع الطويل يشطفون يشطفون ويشطفون، ينظفون الشوارع، يطردون الأوراق الضائعة والقصائد المرمية التي كتبها شعراء مياومون. يا لشعراء هذه الأيام لا يرمون قصائدهم في الحاويات الخضراء الجميلة المعلقة على الأعمدة والأشجار وحدث الشجار، فالذين يشطفون إنما هم عمال مواظبون على تلميع الطرقات بالماء والصابون. لكن المشكلة ليست فيهم، بل في الطابور الذي امتد على مدى الشارع الطويل أو المستقيم أو مدحت باشا يا سعادة الباشا. سيارة البلدية تقوم بالمهام، وطابور السيارات الممتد من بغداد إلى الصيني يزمر، ورتل من السكان الباب شرقيين مطلين من على الشرفات والنوافذ، بل ومنهم من نزل إلى الشارع واستيقظ الأطفال على صوت الزمامير، فاستغلوا استيقاظهم المبكر وبدأوا يدرسون وللكتب يقرؤون، وبالحوار الراقي الذي كان يدور بين أصحاب السيارات الواقفة وعمال سيارة التنظيف يتمتعون، والسيارات تزمر وسيارة الشطف تمشي الهوين كما يمشي الوجل وحيل. فنزل مسير من سيارته وصاحب الشطافين أن امضوا سريعا، فالشارع ضيق والسيارات المعرقلة وصلت إلى سوق الحميدية، وما إن سمع الشطافون كلمات المسير حتى جلسوا على الرصيف وشغلوا الأراجيل وبدأوا بالتنظيف الممل. لم يتركوا حتى القش التي قسمت ظهر البعير، فتمنى راكبو السيارات أو المسيرون أن يكونوا من ركاب البعير، ذلك أن مروره صار أهون ألف مرة من مرور السيارة، بل وإن بعض الأصوات طالبت في تلك اللحظات بقانون تطبيق عفوا بتطبيق قانون السيارات الكهربائية العجيبة في دمشق القديمة الرهيبة. وإذا تسابق الحمير فمن حظ الركاب، وحظ الركاب هنا هو حظ السكان، فلقد صار الشارع لامعا كنجم تلفزيوني حديث، بل وصار بإمكانه أن يظهر على شاشة الرائي ليدلي ببعض التصريحات والأحاديث، ويقول الشاعر عفوا الشارع مدحت باشا لا تنظفني في الثالثة فجرا وتقطع الطريق على السيارات التي خلفك. ومن أقوال الشارع مدحت باشا: أما أنت أيتها السيارات التي خلف سيارة الشطف فلا تزمري. ومن أقواله أيضا: لقد أيقظتم الأطفال ولا بأس بذلك كي يدرسوا، ولكن لا داعي للتنابذ بالألقاب بهذا الضرب المشين من ضروب الاحتجاج والتأنيب. بي بات الليل كليل واستيقظ كصباح على كابوس من الألفاظ النابية وكابوس من تعنت الشطاف، بل وإنهم على المنعطف الذي تحت قوس باب شرقي شربوا إبريق شاي، والمسيرون يزمرون والسكان مستيقظون والأطفال يبكون والعمال للشاي يشربون، والشاعر عفوا الشارع مدحت باشا ويتبعه القابون، وبالماء والصابون صار الشارع الطويل طويلا ونظيفا وجديدا كأنما افتتحه مدحت باشا منذ قليل. فيا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، وما كل ما يتمناه المرء يدركه فقم للمعلم وفه التبجيلا، لأن اليوم يوم والعيد عيد، أما راتبه فقد دخل في مدار الجدي وخرج من متاهة السمان ونال استحسان البقال وانهال بالمدح عليه اللحام وطار من فرط فخره بنفسه فوق عش الورور طار. هكذا حدثنا هردشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.